استاذ ابراهيم من الجيزه اتفضل. يا فندم اهلا وسهلا استاذ ابراهيم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا في واحد شغال في المسجد موظف. نعم. وانا كنت يعني واحد قاعد في المسجد كتير وافتح الجامعه واقف المهم يعني. ففي عنده اكفنه كتير. في ايه؟ في عنده اداني كفن يعني. طيب. اداني كفن من عنده فانا بقول له حلال ولا حرام؟ قال لي لا حلال ده انا عندي كتير بدل ما يبوظ. يعني بدل الكفن عندي مربوش خد لك واحد. فهل الكفن ده حلال؟ هو دلوقتي الاكفان اللي عنده دي اكفان للصدقه صح؟ للصدقه اه. طيب هو ادالك كفن عشان حضرتك ان شاء الله بعد مع حسن العمل ومع طول ان انت تكفن بيه. اه. هل حضرتك من اهل هذا الاستحقاق اللي هو يدي لك هذا الامر؟ لو كان ده خلاص يبقى انت خلاص. لو كان ازاي يعني؟ من اهل الاستحقاق ان هو قالوا عن الديه الاكفان دي لفقراء المسلمين. ايوه ما كانش ايوه للمسلمين ايوه. طيب ما كانش ده يبقى خلاص الاكفان يخليها عنده وهو اسمعني بس اسمعني بس يا حاج ابراهيم. الشخص ده ليس من حقه ان يتصرف بتوزيع الاكفان الا للاموات. اه. او لاحد لا يستطيع ان يجد كفنا عند موتي. اه. هو دوت بس اللي هو دوت لان الاكفان لما محطوطه محطوطه للمحتاجين من فقراء المسلمين. طيب هذا الكفن الوقت هو عندي بقاله يجي سنه. خدته بقاله يجي سنه في البيت عندي. فانا بحاول اتصل بحضرتك عشان اعرف هل الكفن ده حلال ولا حرام بس. ولا حاجه احنا لو كنت حضرتك لا تستطيع ان انت تشتريه خلاص خليه عندك لان انت حضرتك مستحق لده. تستطيع ان انت تشتري كفن وكده يرجع عشان دوت هيكون لفقراء المسلمين. نعم.